يلا مساك الله بالخير. درتنا البركة. الله يبارك فيك، كيف حالكم طيبين؟ وش أقدم الجنابي اللي عندك؟ عندنا طول العمر هذه جنبية نجرانية رأسها زراف قديم. شوف القدم شلون صاير صغير كذا، وصدرها من الفضة ومطرزة كلها من الفضة. هذه هذا نوع، هذه محلية من الجلد، وفيها مطردة بالفضة والأحجار. عدن بالعادة إنها تحط أحجار كريمة وأحجار أصلية. إيه. تزيد من ثمن الجلد. ما شاء الله. الرأس يكون زراف أو قرن أو صيني، فيها نوع صيني، فيه وتر الأنواع بنوريك إياها الحين. طيب هذا وش زراف؟ هذا وتر. وتر. هذا وتر، نشوف شكله مضبط، في ناس يصبونه ويشكلونه ويطلع لك بشكل جميل يعني. هذا النوع الثالث. هذا محلية وتر وفضة، وشوف جميله. محلية والرأس حجر. رأس حجر. وفيه إقبال الناس تشتري. جداً جداً جداً. ما شاء الله. طبعاً بس من النجران يشترونه، والجنوب يصلي. شفنا الحين من نجد لين توصل الجنوب والشمال كلهم يلبسون جنوب. ما شاء الله. وكل له شكل اللي يناسب. هالنجد لهم شكل، له الخنجر هذا. إيه. وحنا هالجنوب جنبينا زي كذا، وخناجرنا شوف هذا خناجرنا من أبها الجنوب كامل لين نجران. الأشكال هذه. ما شاء الله. فيستخدم. يعني الجنبية الحين زينة. زينة وجمال وتباهي. طبعا طبعا. الحين في المجالس اللي كلها في المناسبات ممكن تجي جنبيه راقيه قديمه زراب وفضه وشيء هذا. بيض الله وجهكم، تعبناكم معنا. لا ما تعب ولا حاجه، احنا نخدمكم ما يخدم دولتنا وموروثنا. هذا الصح.